مرحبا بكم. هذه محاولة عملناها البارح في الليل في وقت تعرف شنو الناس كل تعبة على الاخر. هذا نوعية متاع مسرح اسمه مسرح المضطهدين، معناها اللي به الفايدة انتوما مش الممثلين. هذا حكاية سايرة بريسك معروفة زادة حتى في تونس، حكاية سايرة باش نحاول نوريها لكم انتوما باش تكونوا ممثلين زادة. ماذا بينك التليفونات يتسكر. انا قاعد ندور ديما نوقف اللاكس ديما نبقى على يمين سالم ما نوريش على اليسار تاكلوا كسلوا حقه هو يعرف هو يبدا وقت يختار عن وعي. يعني اذا كان هو ديجا تعرض للانتهاك وزيد احنا يحس روحه من بعده انه انتهكت حقوقه وقت اللي انت يعني خايبه برشا، خاطر احنا بالعكس احنا نحبه انه نقطع مع التصرفات هذيك وبالتالي ما نجموش احنا بينا نمارسوها. لكن انا ضمن سياقه بتعبير بشاهد عيان انا قبلان فيه، ممكن هلا انا عم بفترض هلا انت عم تحكي معي تمام؟ النقطة الأهم بالنسبة لنا هي نشر كل الفيديوهات تحت رخصة المشاعر الداعي، بمعنى انه أي إنسان له أن يستعمل هذه الفيديو. بما مقترح آخر يا جماعة. فما مقترح آخر.